أيضا كيف ينظر إلى هذه التصريحات للبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية؟ كيف تنعكس أيضا عندما يقول بأن كل شيء انهار أمام إسرائيل، وأيضا يدعو كما قال يجب إنهاء هذه الحكومة بالنظر إلى أيضا الوضع الاقتصادي؟ كان هناك تراجع يوم أمس تحديدا للشيكل أمام الدولار، وأيضا شركة الطيران التركية أوقفت أو مددت عدم خطها إلى إسرائيل بالنسبة إلى موضوع الطيران. كل هذا تغيرات، وأيضا كان هناك تقارير اقتصادية تتحدث عن الوضع الاقتصادي الصعب. وشعبية لبيد أيضا تنهار في إسرائيل أحمد. عادة في الحروب عندما تتراجع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي كانت ترتفع شعبية زعيم المعارضة. هذا حدث بعد حرب لبنان عام 2006 عندما تراجعت شعبية أولمرت في حينه وارتفعت شعبية بنيامين نتنياهو. حدث أيضا في عام 82 عندما بدأت تتراجع شعبية اليمين لترتفع شعبية حزب العمل مجددا. لكن هذه المرة شعبية بنيامين نتنياهو تتراجع بشكل كبير جدا، وشعبية يائير لبيد أيضا تتراجع بشكل كبير جدا. ليبدو المستفيد الحقيقي من كل ما حدث في إسرائيل خلال العام الأخير هو بني غانتس. شعبية لبيد تتراجع حتى داخل حزبه، نجا قبل يومين بأعجوبة من أن يرسب من داخل حزبه في الانتخابات على رئاسة الحزب، رغم أنه هو الذي أسس الحزب وهو الذي اختار اللجنة المركزية لهذا الحزب التي أجرت هذا التصويت. هناك خشية من أن المواقف المتطرفة نظر كثير من الإسرائيليين التي يعبر عنها لبيد حول إدارة إسرائيل، خصوصا أنه لم يخدم في الجيش الإسرائيلي في مواقع قتالية، بالتالي ينظر إلى لبيد في كافة الأمور الأمنية على اعتبار أنه شخص ليس ذا خبرة، بالتالي هناك تقليل من آرائه. المهم هو ما يقوله غانتس حتى عند المعارضة الإسرائيلية. شكرا جزيلا لك من القدس مراسل العربي أحمد دراوشة. شكرا أحمد.